السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الأهلي بيفرح بإنجازاته والزمالك بيغرق في أزماته. لكن قبل ما نتكلم عن التفاصيل، ممكن نشوف او هل ممكن نشوف المباراه النهائيه، مباراه القمه بين النادي الاهلي والزمالك؟ هم سموها قمه، يعني في زمان كان ممكن ما نعرفش الزمالك كان مستواه كويس ولا ايه فسموها قمه، لكن هي حاليا المفروض يعني ما يسماش قمه. النادي الاهلي ما فيش حد زيه، يعني ما فيش حد في مقياس في تقل النادي الاهلي عشان نسميها قمه. المهم نطلق عليها قمه زي ما تعودوا وتعودنا في السنوات الاخيره يعني. لكن هل ممكن نشوف الاتحاد المصري بيفهم نادي الزمالك يعني ايه نبقى زي الدول اللي بره المتحضره؟ لما نادي بيفوز بلقب الدوري، النادي اللي بيبقى بيقابله في المباراه اللي بعد حصوله على اللقب بيعمل له ممر شرفي، يعني هل ممكن نشوف كده؟ انا من وجهه نظري انه صعب، ما صعب نشوف ده، لا اخلاق ولا فكر ولا التعود اللي اتعود عليه نادي الزمالك ممكن يعمل حاجه زي كده. لكن بنطالب يعني نتمنى نشوف كده، وفي نفس الوقت برضه نتمنى نشوف الاتحاد المصري بيسلم من النادي الاهلي الدرع في احتفاليه، في اجواء احتفاليه، يعني مش يبعتها مع واحد على عجله ولا موتوسيكل ياخده يوديه الجزيره، ما ينفعش، ما غير مسموح بالكلام ده، كنا بنشوفه قبل كده يعني. لا اله الا الله. اما بالنسبه لازمات النادي الاهلي، لكن قبل ما نخش في ازمات برضه عاوز اتكلم عن حسام عاشور. النادي الاهلي مفيش حد بينافسه، نادي الزمالك اذا كان في حد بينافسه هو حسام عاشور. حسام عاشور حاز على لقب 12 دوري زيه زي الزمالك 12 دوري. حسام عاشور حصل على 5 دوري ابطال افريقيا، الزمالك حصل على 5 دوري ابطال افريقيا. حسام عاشور حصل على كونفدراليه مع الاهلي، الزمالك حصل على كونفدراليه. حسام عاشور لعب مع مانويل جوزيه والنادي الاهلي وحاز برونزيه كاس العالم للانديه، برونزيه العالم للانديه، نادي الزمالك ما راحهاش خالص يعني. فحسام عاشور بيتفوق على نادي الزمالك في عدد البطولات اللي حازها حسام عاشور. اما بالنسبه لمحمود او محمد ابو جبل حارس مرمى سموحه، كان فرج عامر نفى تفاوض الزمالك مع محمد ابو جبل، لكن رجع وقال تاني فرج عامر محادثات ساخنه قد تحسم مصير محمد ابو جبل خلال ساعات. والكلام ده ظهر بعد الحديث عن ان النادي الاهلي تدخل في صفقه محمد عواد، عاوز يضم محمد عواد. والكلام ده برضه بخصوص النادي الاهلي ظهر بعد الكلام عن احاديث كثيره عن محمد الشناوي وتالق محمد الشناوي وعروض خارجيه لمحمد الشناوي. هل فعلا محمد الشناوي ممكن يترك النادي الاهلي؟ في كلام عن استون فيلا عايز محمد الشناوي بعد ما ضم تريزيجيه، والجرايد والمواقع الصحفيه رصدوا او قالوا ان استون فيلا عرض مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني لضم الشناوي، وانا شايف ان مبلغ قليل بالنسبه للشناوي بالنسبه للفرق الاوروبيه، يعني الناس اللي بتنضم للفرق الاوروبيه. محمد الشناوي لا يقل اهميه عن لاعبين كتير يعني انضموا بمبالغ اكبر كده، اكبر من كده بكتير. وكلام عن انضمامه لارسنال علشان يكون الحارس الثاني في ارسنال، وكلام عن عروض في فرنسا وفي تركيا وغيره يعني. لكن الفتره المقبله هي اللي هتشهد حسم من هذه الملفات، هل هيكمل الشناوي مع الاهلي ولا لا؟ هل ان عواد هينضم للاهلي ولا لا؟ وكلام برضو عن ان النادي الاهلي رفع القيمه الماليه لضم الثنائي عواد ومحمد محمود متولي للنادي الاهلي، مش عارف حوالي 50 او 60 مليون جنيه، ده بخلاف اعارات لبعض اللاعبين. ده بخصوص ابو جبل وانتقاله للزمالك ومحمد عواد والاهلي محمد الشناوي والعروض الخارجيه. اما بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم، ف النهارده طلعت اللائحه الجديده او اعلن اللائحه الجديده للموسم 2019 2020 للاتحاد المصري لكره القدم اللي بيترأسه او بيدير اعماله اللي هو ثروت سويلم. واتكلموا يعني الاهم ان هو قال لك فتح باب الخيط هيبقى من 29 يوليو الجاري لحد 29 او 28 اغسطس، يعني شهر فتح باب الخيط، شهر لتسجيل اللاعبين في الخيط المحلي. واتكلموا على ان كل نادي من حقه يضم 4 لعيبة أجانب بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو من شمال إفريقيا بيعامل معاملة المصريين. يعني لو فضل النادي الأهلي
باللعيبه اللي معاه كده من حقهم يشاركوا، من حقهم يلعبوا، لان احنا عندنا 4 افارقه حاليا، منهم 2 من شمال افريقيا معلول وازار، واحد منهم هيبقى هيعامل معامله اللاعب المحلي، بالاضافه الى اليو ديانج، اذ لم يحدث امور جديده او زي ما كان كلام ان وليد ازارو ممكن ينتقل او جاي له عروض خارجيه والنادي الاهلي ممكن يجيب لاعب اجنبي محله. انا عن نفسي ضد فكره كثره اللعيبه الاجانب في الفريق، بيأثر تأثير سلبي على المنتخب الوطني، ده بخصوص اللائحه الجديده. اما بالنسبه للازمات بتاعت نادي الزمالك، ازمه الكهرباء هي اللي بتسيطر حاليا، وممكن نشوف مرتضى منصور بعد ما يهاجم الاتحاد المصري النهارده على برنامج زمالك اليوم، هيطلع مرتضى منصور، هيطلع مش هيفضل كتير يعني، بيحب هو الاضواء، هيطلع النهارده مرتضى منصور وهيهاجم لجنه الحكام وهيهاجم الاتحاد المصري لكره القدم، والاهلي خدها بالمؤامرات والاهلي خدها مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن برضه هيتكلم عن موضوع كهرباء، لان كهرباء موضوع كهرباء طاغي بشكل كبير في الساعات الاخيره بعد ما اعلن او اصدر نادي برتغالي بيان التعاقد مع كهرباء وصوره لكهرباء. قال لك اصدر نادي ديسبرتيفو دي ألفيس البرتغالي بيان اعلن فيه تعاقده مع اللاعب محمود كهرباء لاعب الزمالك، وجاء في البيان ان التعاقد في صفقه انتقال حر لمده موسمين حتى يونيو 2021، ولم يكشف النادي اي تفاصيل ماليه تخص الصفقه ولا اي ازمات تثار حولها، واكتفى بنشر مشوار كهرباء مع الزمالك. وكان النادي البرتغالي طلب البطاقه الدوليه بالامس من اتحاد الكره المصري، الا ان اتحاد الكره المصري رفض ارسالها لان اللاعب متعاقد مع نادي الزمالك، وده الكلام اللي كان بيردده مجدي عبد الغني. ولكن كهرباء اكيد هيلعب زي ما قلت حضراتكم، الراجل شايف او بيقول ان عقده منتهي مع نادي الزمالك، وهيلجا للاتحاد المصري للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا علشان يتم اصدار ليه بطاقه دوليه مؤقته عشان يلعب مع النادي البرتغالي. قال لك كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود كهرباء لاعب الزمالك ان الاخير سيطلب من اتحاد الكره الدولي بطاقه مؤقته من اجل لعب في نادي افيس البرتغالي. كان النادي البرتغالي طلب البطاقه الدوليه زي ما قلت حضراتكم، وكشف كهرباء انه سيتقدم بشكوى لاثبات ما يقوله بانتهاء عقده مع الزمالك. على جانب اخر، نادي الزمالك بيستعد بقى ويغوص في ازماته. الجمله دي انا مش مستصغها يعني، مش داخله دماغي يعني. قال لك يستعد لعقد اجتماع مجلس اداره من اجل بحث موقف اللاعب عقب اعلانه انضمام رسميا الى النادي البرتغالي. هو من امتى نادي الزمالك بيعقد جلسات مجلس اداره؟ مرتضى منصور واقع بالتليفون بياخد قراراته كله سمعا وطاعه، مفيش حد اساسا بيعارضه في الناس اللي حواليه، هو اساسا طير الناس اللي بتعارضه بمجلس الاداره، سواء عبد الله جورج سواء مهاني العتال، كل ده اللي هم ممكن يقفوا، لكن هم حاليا كل الموجودين طبعا مرتضى منصور اللي هو هيقوله هيتم بدون الرجوع الى مجلس اداره ولا حاجه يعني. قال لك حيث يسعى مجلس اداره نادي الزمالك لاثبات حقه في اللاعب واثبات ان العقد والتعاقد سليم. ده بخصوص موضوع كهرباء. اما بالنسبه لرد فعل يوسف اوباما لاعب الزمالك على خساره الدوري بالامس، رد ونشر من خلال الستوري على موقع انستجرام، موقع تبادل الصور، مقطع فيديو لتتويج الزمالك بالكونفدراليه هذا العام. المقطع الفيديو ده يحتفظوا بيه بقى ان شاء الله لمده 10 سنين قدام، كل ما النادي الاهلي يحصل على بطوله ينشروا لحظه تتويجهم بالكونفدراليه. قال لك وفي اشاره الى مكانه نادي الزمالك انها مستمره، مسيره نادي الزمالك ومكانته انها مستمره ببطولات، وان خساره بطوله ليست نهايه العالم، وان الزمالك متواجد دائما بالبطولات. فاز الزمالك بالامس على الاسماعيلي، كلنا عارفين فاز ازاي على الاسماعيلي بعد ما تم يعني لعبه اكتر من نص الفريق لعيبه صاعده تحت مش عارف 19 سنه ولا 17 سنه، كلهم لعيبه صاعدين، وريحوا محمد صادق ودونجا وكريم بامبو ومحمود متولي. الزمالك طبعا يعني في اكتر من كده يعني، زي ما بيطلق عليهم اولاد العم قاموا بالواجب امبارح مع صبري البنياوي مدير الكره الزملكاوي، ومع محمد جابر المدير الفني لنادي الاسماعيلي. ده بخصوص نادي الزمالك واوباما وازمه كهرباء مع نادي الزمالك. اتحاد الكره المصري بيطالب الانديه بسداد 300,000 جنيه مستحقات الحكام والمنشطات. قال لك حدد المسؤول اتحاد الكره مبلغ 200,000 جنيه يتحملها كل نادي في الدوري المصري الممتاز مستحقات حكام خلال الموسم الجديد 2019-2020، وطالب اتحاد الكره من الانديه سداد المستحقات الخاصه بالحكام على دفعتين بواقع 100,000 جنيه في الدور الاول ومثلهم في الدور الثاني. كما حدد اتحاد الكره مبلغ 100,000 جنيه للكشف عن المنشطات
واخذ 50,000 جنيه في الدور الاول ومثلهم في الدور الثاني، كما اشترط مسؤول اتحاد الكره في المنشور المرسل للانديه بتعليمات القيد الجديد بتطبيق القيمه المضافه وهي 14%. ده عضو ضرايب على الفلوس بتاعت الحكام وفلوس بتاعت المنشطات. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وفرحه يا اهلاويه، وان شاء الله فرحتنا تكمل بالفوز على الزمالك يوم الاحد في مباراه القمه علشان كل واحد يعرف حجمه الطبيعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.